نشرة الظهيرة من تل إماغاك، هذه أبرز عناوينها. المصادقة بالإجماع على قانون تبسيط المساطر الإدارية. مندوبية التخطيط تحذر حكومة العثماني من خطر الاقتراض الخارجي. والأغلبية البرلمانية تؤيد تقنين الإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع. صادق مجلس النواب في جلسة عمومية أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف مشروع القانون إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية. التقرير من إعداد رشيدة جوزعيد. في جلسة عمومية أمس الثلاثاء صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف مشروع القانون إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة. النص القانوني يهم إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات. مشروع القانون تضمن مستجدات مهمة من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، وكذا مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليها، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية، كما ينص على إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، فضلا عن الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين. تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل ارتفاعا في معدل نمو اقتصاد المغرب إلى 3.5% العام الجاري، وبرات المندوبية توقعاتها على متوسط مفترض للمحصول وزيادة الصادرات، فضلا عن إجراءات حكومية لزيادة إيرادات الضرائب والاستثمار، وفق ما أوردته في تقريرها الأخير حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2020. التفاصيل في تقرير ويان فرج. توقعات بتسجيل ارتفاع في معدل نمو اقتصاد المغرب إلى 3.5% تضمنها تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، مرتكزا في توقعاته على زيادة الصادرات وزيادة إيرادات الضرائب والاستثمار. تقرير المندوبية توقع في المقابل أن يواصل الادخار الوطني تسجيل تراجعات، ما سيؤدي لتفاقم الحاجيات التمويلية فضلا عن تأثر النمو الاقتصادي بمجموعة من العراقيل، معيقات من شأنها أن تحد من مساهمته في التشغيل وإعادة توزيع الدخل اجتماعيا وترابيا وأن تعيق تحسن مستويات المعيشة للسكان. المندوبية طالبت في هذا الإطار الحكومة بالرفع من مجهودات الاستثمار، منبهة من مخاطر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لاحتمال إقصاء القطاع الخاص من السوق المالي الداخلي. توقعات المندوبية أبرزت أن السنة المالية العمومية لسنة 2020 ستتميز بتقوية تحصيل المداخل الجبائية، تحسن سينتج عن الزيادة المرتقبة في معدل النمو الاقتصادي الوطني. السنة الحالية ستسجل أيضا تحسنا في الطلب الداخلي ليصل معدل نموه إلى 4%، مساهما بدوره في النمو الاقتصادي بحوالي 4.4 نقط. هذا ودعت المندوبية الحكومة إلى توجيه القروض الخارجية للمشاريع المنتجة والمدرة للعملات الصعبة.
قالت شركة أولر هيرمس الرائدة عالميا في مجال التأمين على القروض والصادرات في تقريرها السنوي حول توقعات إفلاس الشركات والمقاولات عبر العالم، قالت إن المغرب ما زال ضمن البلدان التي ستعرف نسبة مرتفعة على مستوى إفلاس الشركات سنة 2020 بنسبة تصل إلى 5% مقابل نسبة 7% في السنة الماضية. هانا غيلان. ما زال المغرب ضمن قائمة البلدان التي ستعرف نسبة مرتفعة على مستوى إفلاس الشركات سنة 2020 بنسبة تصل 5% مقابل 7% السنة الماضية. هذا ما أفصحت عنه شركة أولر هيرمس الرائدة عالمياً في مجال التأمين على القروض والصادرات في تقريرها السنوي الصادر الشهر الجاري حول توقعات إفلاس الشركات والمقاولات عبر العالم خلال السنة الحالية، مضيفة أن المغرب من البلدان التي ستسجل نسباً أعلى في هذا الشأن تجعلها تقترب من المعدل العالمي المتوقع في أزيد من 6%. يتوقع أن تسجل تشيلي أعلى نمو في مستوى إفلاس الشركات بحوالي 21%، تليها سلوفاكيا ب 12%، والصين وسنغافورة ب 10%، وهونغ كونغ ب 9%، وبلغاريا بحوالي 8%. أما أدنى المستويات فستسجل في نيوزيلندا وبولندا والنرويج وفرنسا بنسب 0%. كما وسيصل عدد الشركات المغربية المهددة بالإفلاس خلال السنة الجارية حسب أولر هيرمس إلى 9000 شركة مقابل 8536 سنة 2019 و 7944 شركة سنة 2018 وحوالي 8020 شركة سنة 2017. ويرجح خبراء أولر هيرمس ارتفاع مستوى إفلاس الشركات عالميا إلى عاملين أساسيين يتجلى الأول في الدينامية الضعيفة للنمو الاقتصادي وخاصة في الاقتصاديات المتقدمة وفي القطاع الصناعي، أما الثاني فيتمثل في أثار النزاعات التجارية والشكوك السياسية والتوترات الاجتماعية. ويشير التقرير إلى أن السياسات النقدية لسنة 2020 ستظل ملائمة، لكن ذلك لن يكون كافيا للتعويض عن ضعف الطلب والمنافسة الشديدة في الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج لا سيما فيما يخص الأجور. توصلت فرق الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة إلى توافق حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي المعروض على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بسبب تعثر دام حوالي 4 سنوات بسبب بروز خلافات قوية حول بعض المواد وخاصة تقنين الإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع. عبد الغني العروة في المتابعة. فرق الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة توصلت إلى توافق حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي المعروض على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وذلك بعد تعثر دام حوالي 4 سنوات بسبب بروز خلافات قوية حول بعض المواد وخاصة تقنين الإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع. وحسب مصادر برلمانية أفادت بأن الأغلبية اكتفت بتعديلات شكلية لم تمس جوهر المشروع المعروض على البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بتقنين الإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع، وبالتالي فإن جميع المكونات الحكومية تساند مقتضيات القانون الذي يتضمن مجموعة من المستجدات التي تنص على تقنين الإجهاض. وهمت توصية المجلس كذلك الفصول المتعلقة بالإجهاض، إذ سمحت للسيدة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيها تهديد لحياتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية. وبررت المذكرة التوصية بالمواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب والتصدي للظاهرة بطريقة عقلانية، والعمل كذلك على تجنيب النساء وعدد مرتفع بينهن من المراهقات والشابات المغربيات مخاطر الإجهاض السري. أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمار عدم وجود أي مقلع مرخص لاستخراج الرمال من البحر بهدف الاستغلال في الوقت الحالي. وأبرز عمار خلال رده على سؤال طرحه أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول استنزاف رمال الشواطئ، أبرز أن كل تراخيص جرف الرمال الممنوحة من قبل انتهت صلاحيتها سنة 2018. عودة إليك بأنفرج.
كل تراخيص جرف الرمال الممنوحة سابقا انتهت صلاحيتها سنة 2018 ولا وجود حاليا لأي مقلع لاستخراج رمال الشواطئ. هكذا رد عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين نافيا تجديد وزارته لأي رخصة متعلقة بجرف الرمال بهدف الاستغلال. عمارة وفي معرض جوابه عن سؤال حول استنزاف رمال الشواطئ طرحه الفريق الاشتراكي بالمجلس أوضح أن جرف الرمال بغرض الصيانة يندرج في تخصص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الوطنية للموانئ، مبرزا أنهما الجهتين المسؤولتين حاليا على تدبير المجال. الوزير شدد في هذا الإطار على الأهمية القصوى لجرف الرمال بغرض الصيانة، مشيرا إلى أن العملية تسمح بتوفير الأعماق المناسبة في الأحواض ومداخل الموانئ قصد ضمان سلامة ملاحة السفن وولوجها. وفيما يتعلق بتدبير الرمال المستخرجة، المسؤول الحكومي أكد أن الوزارة راسلت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المعنية من أجل إعادة غمر كل ما سيتم جرفه لتفادي المشكل الذي يخلقه جرف الرمال بغرض الصيانة. وزارة التجهيز والنقل سبق أن أصدرت قرارا يمنع منح تراخيص مقالع الرمال بصفة نهائية إلى حين صدور قانون يحمي البحار، قرار يأتي بعدما تم الكشف عن مخالفات قانونية تهم تدبير المقالع بالمغرب. أبرز تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن حصة الفرد المغربي من المياه المتجددة تتراوح بين 500 و1000 متر مكعب عام 2017 في الوقت الذي تحدد المنظمات العالمية حد الندرة في 1000 متر مكعب، ليكون المغرب بذلك وفق التقرير أحد البلدان المعنية بتحديات ندرة الموارد المائية. المزيد في تقرير هند الصدقي. بين 500 و1000 متر مكعب تراوحت حصة كل فرد مغربي من المياه المتجددة سنة 2017 وفق تقرير حديث لصندوق النقد العربي الذي اعتبر المغرب من البلدان المهددة بإشكالات ندرة المياه والتحديات المتعلقة بموارده. التقرير تضمن تحليلا لتطورات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية خلال سنة 2018. المعطيات أبرزت أن حصة الفرد في بلدان المنطقة من المياه المتجددة ستنخفض بحوالي 20% في أفق سنة 2030 باعتبار التغيرات المناخية والنمو السكاني، خصوصا أن هذه البلدان تصل فيها نسبة استخدام الموارد المائية إلى 77% وهي نسبة عالية جدا مقارنة بالنسبة العالمية التي لا تتجاوز 7.5% فقط. اقتصاديا أشار التقرير إلى أن نسبة الفقر المغرب وصلت إلى 4.8% خلال سنة 2018، مشيدا في الوقت نفسه بما حققته المملكة من تقدم ملحوظ في مجالات تعميم التعليم وتمكين المرأة والرعاية الصحية من خلال تطور عدد من المؤشرات الاجتماعية منها معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشبان والبالغين. وفي السودان قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني الأربعاء قال إن المجال الجوي للسودان أعد فتحه، وأكد أن كل مباني المخابرات بات تحت سيطرة الجيش وذلك عقب انهاء تمرد عناصر أمن احتجاجا على خطة لإعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة، وكان العنف أكبر مواجهة بين الحرس القديم وأنصار الحكومة الجديدة التي ساعدت في الإطاحة بالبشيرة في شهر أبريل من العام الماضي بعد 30 عاما في السلطة. وفي كلمة في وقت مبكر اليوم الأربعاء تعهد البرهان بعدم السماح بحدوث أي انقلاب، وأضاف أن الجيش يسيطر على مقرات المخابرات، وقال إن جميع المقرات تحت سيطرة القوات والمجال الجوي مفتوح.
وفي أخبار الرياضة، سيخوض مساء اليوم نادي أولمبيك أسا في مباراته ضد النادي الاتحاد السعودي بملعب الجوهرات المشعة ضمن لقاء الدور ربع نهائي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. أسفي كان قد حقق العبور لدور الربع على حساب نادي الترجي التونسي بالضربات الترجحية في مباراة الإياب لدور 16، وقد تأكد غياب المهاجم كوفي بوا عن لقاء فريقه اليوم بسبب الإصابة، إذا اعتبرت أو اعتبرت ضربة موجعة للفريق المسفوي، فيما الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة المدافع المهدي خالص. وضمن منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، سيواجه مساء اليوم نادي النهضة أتلتيك زمامرة ضيفه نهضة بركان لحساب الجولة 12 من الدوري الوطني، وذلك بملعب أحمد شكري بزمامرة، فيما اتحاد طنجة سيستقبل على أرضه وأمام جماهيره نادي الرجاء البيضاوي في لقاء القمة المؤجل للأسبوع 11 من الدوري الاحترافي. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. المصادقة بالإجماع على قانون تبسيط المساطر الإدارية. مندوبية التخطيط تحذر حكومة العثماني من خطر الاقتراض الخارجي. والأغلبية البرلمانية تؤيد تقنين الإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع. وعدكم بعد قليل مع نشرات أحوال الطقس، لها قراءة في أهم عناوين الصحف الوطنية والدولية مع زميلة فاطمة زهراء دورات. دمتم في أمان الله.